ذات يوم شديد الحرارة كان هناك غراب يطير في السماء وقد اشتد به العطش، وفجأة رأى الغراب قدرا فيه قليل من الماء. حاول الغراب أن يشرب من الماء الموجود في القدر فلم يستطع، وحاول أيضا أن يسكب الماء منه لكن دون جدوى. ثم خطرت للغراب فكرة ذكية، أخذ الغراب يلقي الأحجار الصغيرة داخل القدر حجرا تلو الآخر، وبعد قليل استطاع الغراب بهذه الحجارة رفع مستوى الماء في القدر. ثم أخذ يشرب الماء بسهولة، وبالذكاء الغراب استطاع أن يروي عطشه.